عم نبيل. الحمد لله. والله الحمد لله لحقتك. توصل بالسلامة. لا تزعج نفسك. إن شاء الله ربي يرجعك سالم وانا إن شاء الله. الله يسلمك يا ابني. إن شاء الله. أصيل بن أصيل. على الأقل أحسن من صهيري حافظ. اللي لا يستقبلنا لما أجي ولا يودعنا لما أروح. لا شيء هامي. الله يوفقك. توصل بالسلامة. الله يوفقك. بس أنا بشيل الشنطة. توكل على الله. يلا معاكم. نبدأ. خليني بساعدك. ثقيل عليك. ثقيلة. ما نادية؟ هبني تحتاجوا حاجة ولا حاجة؟ الله يحفظك يا ابني. أما إذا احتجتوا أي حاجة قولي لي، أنا تحت أمرك، أنا ابنك. تسلم يا ابني ومبروك عليك بالعمل الجديد. الله يبارك فيك ونقلك. ثريا كلمتني.